في المشكله برضو اللي دايما بتكلم فيها، انه موضوع التاني والتالت انت مشوارك مش هيبقى سهل. يعني الاول بيقابل التالت، فالتالت نوعا ما بالورقه والقلم بيبقى سهل. بنبسط، ما هو ده عيبنا. انت اصلا تضامن ان انت تتحط؟ لا، ما فيش ضمانه لحد دلوقتي. ده اللي انا بقول لك عليه. هو انت ضامن اصلا تصعد؟ لما تصعد وتشوف نفسك اول او تاني تقدر بقى تشوف الحسابات ايه. وهقول لك بس حاجه برضو من خبراتي، ان يعني سيبها، لان انت في ناس كتير قوي كنا بنخطط، يعني في 98 كنا بنلعب المغرب، كان نفسنا ما نلعبش الكوت ديفوار، كنا نفسنا نلعب جنوب افريقيا. اتغلبنا من المغرب 1-0، مصطفى حاج الجون العظيم اللي اللي حطه ده. وبعدين لعبنا الكوت ديفوار، كسبناهم بضربات الجزاء وصعدنا. احنا لعبنا جنوب افريقيا في النهائي وكسبناه. كسبنا 2-0. فما تعرفش، التوفيق بيجي ساعات للي بيتعب واللي بيجتهد واللي عاوز واللي مركز. اظن ان في عدم تركيز في الماتشين اللي فاتوا. ان شاء الله نقدر ناخد البطوله لو كملنا بنروح النهارده. اكيد اكيد ان شاء الله رب العالمين. لكن انا مش عايز ادي هدف بعد الهدف الاولاني، ده اللي بيضيعنا. خلي بالك انت النهارده زي مثلا لعيب بيفكر في الباصه الثانيه قبل ما يستلم الكوره، فيجي يستلم الكوره تلاقيها طلعت بره. بالظبط. اول حاجه الهدف الحقيقي لينا هو الراس الاخضر، هي سلمة المباراه. سلمة. تحس ان دي فاينل، تحس اللعيبه ان دي فاينل، تحس ان اللعيبه ان دي اخر مباراه في البطوله، ان كل مباراه عندك فاينل. فانت النهارده لو حسست اللعيبه وقدرت تدخل فيهم الحته ديت هيكسبوا الماتش بسهوله. هم مش هيصدقوا ان الماتش بسهل كده. ليه؟ لان هم مركزين جدا. لما بتصعب المباراه على نفسك وتيجي تشوف المباراه سهله بتلاقي المباراه سهله جدا. زي اللي بيذاكر امتحان بالظبط، لو انت قدرت ان انت تذاكر كويس والكتاب ده انت حفظته، فبتنزل الملعب انت شايف الفيلم ده قبل كده، فانت صح. بتنجزه يعني. ذاكرته بقى مره ذاكرته بشكل كبير جدا. انا كراجل سبت باك انا عارف الراجل ده بيلعب ازاي، طريقه لعبه ازاي، بيستلم في انهي مساحه، بالكره العاليه عنده اخبارها ايه، السرعات عنده اخبارها ايه. يعني احنا كنا بنتفرج على اللعيبه اللي احنا بنلعب عليها ديت في انديتها مش في المنتخب بس، كنا بنجيب لهم فيديوهات من انديتهم هم. اذا النهارده انت عندك اناليزز وتحليل ماتشات وعندك ستاف موجود استغله. ده كان كابتن جوهري كابتن جوهري بيخليكوا تشوفوا ده. طبعا. وتربينا على كده، وتربينا ان احنا لازم نشوف الراجل اللي انا هلعب. كان ايام اشرط الفيديو. شريط الفيديو ويفضل بقى يرجع الماتش تاني. يعني كنا بنتفرج على الماتش ثلاث اربع مرات وحد يرجعه ويتفرجوا تاني. طبعا ما كانش في حاجه اسمها تحليل اداء، كنا احنا اللي ما كانش في تقطيع، ما كانش في جي بي اس، ما كانش في الكلام ده. الفيديو والشريط يكر ونعيد تاني. بالظبط كده. فشفت الملل قد ايه. دلوقتي بقى لا، الجديد ايه؟ انت كل لعيب بتقطع له حاجته وبتديها للعيب المدافع، فهو على التليفون بيشوف كل حاجه، بيشوف كل حاجه. فطبعا كابتن عبد الظاهر انت نورتني وشرفتني. حبيبي بسط، ان شاء الله بالتوفيق وربنا معاك يا رب دايما على طول ونجاح على طول. يعني انا بشكرك، شكرا كابتن عبد الظاهر، نورتني وشرفتني. ودي كانت حلقتنا النهارده في كان ابيدجان. نشوفكم بقى الثلاث اللي جاي ان شاء الله على الف خير.